التفاؤل من حبه عليه الصلاة والسلام له إذا أراد أن يخرج لحاجة، كما في حديث أنس عند الترمذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجة يحب أن يسمع يا راشد يا نجيح. يعني إذا خرجت لتجارة أو لغرض تريد أن يتحقق فسمعت يا راشد، يعني أن أمرك سيكون في رشد، يا نجيح أو يا ناجح، من أن أمرك سينجح وسيكون لك ما تريد.